تشاهدون الآن فدك بلس من طابق الشهيد يحيى بن أم الطويل في أرض فدك الصغرى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. السلام عليكم أعزائنا المشاهدين، مشاهدي قناتي فدك وصوت العترة عليهم السلام. تقبل الله أعمالكم وصيامكم وقيامكم وعظم الله أجوركم. في بداية هذه الحلقة نتقدم إلى ساحة القداسة الإمام المهدي عليه السلام، وعجل الله تعالى فرجه الشريف بأصدق التعازي وأحرها بمناسبة ذكرى استشهاد أمير المؤمنين علي عليه السلام في هذه الليلة، الليلة 19 من شهر رمضان المبارك. قام اللعين عبد الرحمن بن ملجم أشقى الأولين والآخرين بضرب أمير المؤمنين علي عليه السلام في صلاة الفجر على هامته، فصاح أمير المؤمنين: فزت ورب الكعبة. أمير المؤمنين علي عليه السلام قد سبب للمنافقين والكافرين الكثير من الضغائن والحقد والحسد وما أشبه ذلك، لأنه أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين، كان هو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك حينما كان الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله يثني على علي عليه السلام ويمتدحه في الأحاديث الصحيحة والمستفيضة، كان هنالك بعض المنافقين يغلون من داخلهم إن جاز التعبير، وكان الحسد والضغينة تشتعل فيهم، كان حينما يسمع رسول الله صلى الله عليه وآله يقول مثلا: لأعطين راية غدا رجل يحبه الله ويحبه رسوله صلى الله عليه وآله كرار غير فرار. كانت هذه الأحاديث تسبب أزمة لدى هؤلاء المنافقين، وكانوا يريدون أن يتخلصوا من علي عليه السلام بأي شكل من الأشكال. هذه الضغائن سببت لدى البعض هذه الأمور حتى خرجوا عليه وقاتلوه وحاربوه، كما في معركة الجمل ومعركة صفين والنهروان وغيرها، وقد أزاحوه عن خلافته الشرعية واغتصبوا الخلافة منه لضغائن في نفوسهم. قد قال أمير المؤمنين علي عليه السلام كما جاء في نهج البلاغة: وضغن غلا في صدرها كمرجل القين، يقصد عائشة الحميراء لعنة الله عليها. بغض عائشة لأمير المؤمنين علي عليه السلام لم يكن وليد اللحظة، ولم يكن متأخرا في زمان فقط حربها عليه في معركة الجمل، وإنما كان منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، ومنذ أن كان رسول الله صلى الله عليه وآله يمتدحه. وهذه الآثار والأحاديث الصحاح عند القوم ينبئنا بذلك. فعلى سبيل المثال، هذا حديث يرويه أحمد بن حنبل في مسنده والبزار في مسنده وغيرهما، حديث يرويانه بسنده عن النعمان بن بشير قال: استأذن أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وآله فسمع صوت عائشة عاليا وهي تقول: والله لقد عرفت أن عليا أحب إليك من أبي ومني، مرتين أو ثلاثة. كانت عائشة تكرر هذه الكلمة. فاستأذن أبو بكر فدخل فأهوى إليها فقال: يا بنت فلانة، ألا أسمعك ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وآله؟ وأيضا يروي هذه الرواية النسائي في سننه عن الراوي نفسه وهو النعمان بن بشير يقول: استأذن أبو بكر على النبي صلى الله عليه وآله فسمع صوت عائشة عاليا وهي تقول:
والله لقد علمت أن عليا أحب إليك من أبي، فأهوى إليها أبو بكر ليلطمها، وقال يا ابنة فلانة أراك ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وآله. وأنتم تعلمون يا إخوان أن رفع الصوت على صوت النبي صلى الله عليه وآله موجب لإحباط أعمالها ولإحباط أعمال من يرفع صوته على رسول الله صلى الله عليه وآله. فهذه الآية الكريمة في سورة الحجرات تقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذه كانت إحدى صور بغض عائشة لأمير المؤمنين علي عليه السلام، وهذه صورة ثانية من بغضها لأمير المؤمنين علي عليه السلام، وما كانت تطيق أن تذكر اسمه الشريف. فكانت حينما تتحدث بأحاديث أو تحدث بأحاديث وفيها مدح لأمير المؤمنين علي عليه السلام كانت تبدل اسمه بلفظ رجل آخر وتعمي عن اسمه، لأن في هذا الحديث مدح لأمير المؤمنين عليه السلام. وهذا الحديث الذي يرويه البخاري في صحيحه ومسلم والنسائي عن عمرة بنت عبد الرحمن، وكانت في حجر عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقول هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا لذلك للنبي صلى الله عليه وآله، فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال النبي صلى الله عليه وآله أخبروه أن الله يحبه. إذن عائشة هنا أخفت اسم أمير المؤمنين علي عليه السلام وقالت بعث رجلا، ولكن هذا الرجل من يكون؟ هذا الرجل هو أمير المؤمنين علي عليه السلام، هذا الأمر يوضحه لنا عمران بن حسين وهو أحد أصحاب الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله في رواية يرويها الخاصة في كتبهم كما يرويها الصدوق في كتاب التوحيد والعلامة المجلسي في بحار الأنوار، عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وآله بعث سرية واستعمل عليها عليا عليه السلام، فلما رجعوا سألهم فقالوا كل خير غير أنه قرأ بنا في كل صلاة بقل هو الله أحد، فقال يا علي لما فعلت هذا؟ يا علي لما فعلت هذا؟ فقال لحبي لقل هو الله أحد، فقال النبي صلى الله عليه وآله ما أحببتها حتى أحبك الله عز وجل. وإليكم شاهد آخر وهو الأخير وصورة ثالثة من بغض عائشة لأمير المؤمنين علي عليه السلام في هذا الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم في صحيحهما بسندهما عن عبيد الله بن عبد الله قال قالت عائشة لما ثقل النبي صلى الله عليه وآله واشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له، فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض، وكان بين العباس ورجل آخر. من يكون هذا الرجل الآخر؟ قال عبيد الله فذكرت ذلك لابن عباس ما قالت عائشة، فقال لي وهل تدري من الرجل الذي لم تسمي عائشة؟ قلت لا، قال هو علي بن أبي طالب. هذه الرواية، وابن عباس يوضح من يكون هذا الرجل الآخر وهو علي بن أبي طالب. ولكن هل هذا الحديث مقتصر على ذلك؟ أم أن هنالك له تتمة
حذفها البخاري وحذفها مسلم من صحيحهما حينما أخرج هذا الحديث. هنالك تتمة تجدونها في صحاح أخرى وفي مسانيد أخرى، وتجدون أيضا هذه التتمة التي بترها البخاري في شرح الصحيح لابن حجر العسقلاني، فهو حينما يأتي بهذا الحديث يعلق عليه في شرحه ويقول ابن حجر: زاد الإسماعيلي من رواية عبد الرزاق عن معمر، ولكن عائشة لا تطيب نفسا له بخير، أي أنها تكره وتبغض عليا عليه السلام. كانت هذه التتمة التي حذفها البخاري، وهذه إشارة حينما نقول لكم أن البخاري مدلس وكذاب ويبتر الأحاديث ولا يخرجها بتمامها. فتمام الحديث كما قال ابن حجر: وزاد الإسماعيلي من رواية عبد الرزاق عن معمر، ولكن عائشة لا تطيب نفسا له بخير. وهذا أيضا موجود في الطبقات الكبرى لابن سعد بسنده عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة قالت: لما ثقل النبي صلى الله عليه وآله واشتد وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي، فأذن له فخرج بين رجلين تخط رجلاه في الأرض، بين ابن عباس تعني الفضل ورجل آخر، قال عبيد الله: فأخبرت ابن عباس بما قالت، قال: فهل تدري من الرجل الآخر الذي لم تسمي عائشة؟ قال: قلت لا. قال ابن عباس: هو علي، إن عائشة لا تطيب له نفسا بخير. ويرويه أيضا الطبري في تاريخه، وأيضا يرويه أحمد بن حنبل في مسنده، وقد نص الألباني على صحته في كتابه إرواء الغليل. وأيضا أمير المؤمنين علي عليه السلام في معركة الجمل حينما أتى إلى عائشة، حينما وضعها في بيت عبد الله بن خلف الأنصاري، أتى إليها وقد وبخها وقال لها هذه الكلمة، فجعل يوبخها ويقول: أمرك الله أن تقري في بيتك وتحتجبي بسترك ولا تبرجي، فعصيته وخط الدماء، تقاتليني ظالمة وتحرضين علي الناس. فهذه أمارة على البغض لأمير المؤمنين عليه السلام، وهذا موجود في الفتوح لابن أعثم والكامل في التأريخ لابن أثير. كل هذا يدل على أن عائشة كانت تبغض أمير المؤمنين علي عليه السلام، ولذلك شواهد أخرى لا يسع المجال وقد ذكرناها في حلقات أخرى وسابقة عن بغضها لأمير المؤمنين، ويكفيكم خروجها على إمام زمانها في معركة الجمل. هذا الأمر لم يقتصر على هذا الحد، فنحن كما قلنا أننا نحن في ليلة استشهاد أمير المؤمنين، أو في جرح هذه الليلة، جرح أمير المؤمنين بسيف ابن ملجم لعنة الله عليه، حينما نادى جبرائيل عليه السلام: بين السماء والأرض تهدمت والله أركان الهدى، وانطمست والله نجوم السماء وأعلام التقى، وانفصمت والله العروة الوثقى، قتل ابن عم محمد المصطفى، قتل الوصي المجتبى، قتل علي المرتضى، قتل والله سيد الأوصياء، قتله أشقى الأشقياء. كان هذا الأمر مسببا إلى أن السماء وما بين السماء والأرض وكل الكائنات تبكي على أمير المؤمنين علي عليه السلام، كان أمرا فاجعا أو مفجعا للمؤمنين، إلا أن المنافقين والكافرين كان لهم فرح بذلك،
يرويه لكم الأخ علي في الروايات التي جاءت في صحاح القوم من أن عائشة كانت فرحة بذلك. أحسنتم، بارك الله بكم وجزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. عظم الله أجورنا وأجوركم أيها الأخوة المؤمنين في هذا المصاب الجلل، ذكرى هذه الذكرى الأليمة التي ضرب فيها مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه بسيف ذلك المرادي لعنة الله عليه. وفي الحقيقة وأنا أستمع إلى هذه الروايات ينتابني بصراحة حسرة مثل ما نقول، ولكن لا أستغرب لماذا، لأن النبي صلى الله عليه وآله تنبأ بذلك وقال كما في مجمع الزوائد: ضغائن في صدور أقوام لا يبدوها. يكلم أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول له: ضغائن في صدور أقوام لا يبدونها لك إلا من بعدي. فهذه هي الضغائن التي أخرجتها عائشة لعنة الله عليها، وأنها كانت تبغض عليا عليه الصلاة وأفضل السلام. ورد في كتاب تاريخ الطبري في المجلد الخامس صفحة 150، وكذلك نقل عنه ابن الأثير في الكامل في التاريخ وغيرها من المصادر، لا يسعنا المقام ذكرها، ولكن غير مصدر نقل هذه القصة حتى يصل ويقول: لما انتهى إلى عائشة قتل علي عليه الصلاة والسلام قالت: فألقت عصاها واستقرت بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر، فمن قتله؟ فقيل: رجل من مراد. فقالت: فإن يك نائبا فلقد نعاه غلام ليس في فيه التراب. هذه عائشة لعنة الله عليها تمتدح عبد الرحمن بن ملجم. فقالت لها أو فقالت زينب ابنة أم سلمة: ألي علي تقولين هذا؟ فقالت أي عائشة: إني أنسى فإذا نسيت فذكروني. وكذلك ورد في كتاب مقتل مقاتل الطالبيين في الصفحة 27 بسنده عن أبي البختري قال: لما أن جاء عائشة قتل علي عليه السلام سجدت. هنا عائشة لما تسمع بنبأ أمير المؤمنين صلوات الله عليه سجدت. وكذلك ورد في كتاب الشافي في الإمامة في المجلد الرابع صفحة 306 عن مسروق أنه قال: دخلت على عائشة فاستدعت غلاما باسم عبد الرحمن فسألتها عنه، فقالت: عبدي. فقلت: كيف سميتيه أو كيف سميتيه بعبد الرحمن؟ قالت: حبا لعبد الرحمن بن ملجم قاتل علي صلوات الله عليه. ومن خلال هذه الروايات نستذكر مقولة أمير المؤمنين صلوات الله عليه التي قالها لمالك الأشتر رضوان الله عليه: أما والله ليهدن موتك عالما وليفرحن عالم. فعلا استشهاد أمير المؤمنين صلوات الله عليه أهد عالما وفرح عالم، أهد عالم المؤمنين وأحزنهم. فلقد قال جبرائيل كما سمعتم من أخي محمد أبو سلطان: تهدمت والله أركان الهدى. عالم المؤمنين قد حزن وأعلن الحداد، ولكن فرح الجهة الأخرى، فرح الجانب الآخر، جانب المنافقين أمثال عائشة تفرح بمقتل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، فهي لا تطيب لها نفسا بأسانيد صحيحة وأكثر من مصدر، لا تطيب لعلي عليه الصلاة والسلام أن تذكره بخير. هذه هي عائشة. وقد ورد في صحيح مسلم في كتاب الإيمان باب الدليل على حب الأنصار وعلي من الإيمان، وركزوا على الباب الذي وضعه مسلم: الدليل على حب علي عليه السلام والأنصار من الإيمان، يعني الذي يحب علي عليه الصلاة والسلام مؤمن، من علامات الإيمان حب علي عليه الصلاة والسلام. هذا الباب الذي وضعه مسلم. قال عن زر قال: قال علي: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم، هو يقول صلى الله عليه وآله: إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق.
فحينما عائشة لعنة الله عليها كما سمعتم أنها لا تطيب لها نفسا ما تريد تذكر أمير المؤمنين، اسمع علي عليه الصلاة والسلام ما تذكره. لماذا؟ كما يقول ابن عباس لأنه لا تطيب لها نفسا، تكره علي عليه الصلاة والسلام. فهنا قسم أمير المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وآله والعهد الذي عهده أن عائشة منافقة لأنها تبغض عليا عليه الصلاة والسلام. نفتح باب الاتصالات. وعظم الله أجوركم وأحسن الله لنا ولكم العزاء أيها الأخوة المؤمنين بهذا المصاب الجلل، ونسأل الله سبحانه وتعالى بحق هذه الليلة أن يضاعف لعناته على عائشة بنت أبي بكر، هذه المرأة الناصبية التي كانت تبغض عليا عليه الصلاة والسلام. أحسنت علي، بارك الله فيك. سلام الله عليكم. عندنا اتصال الأخ عبد الحميد من فرنسا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. حياكم الله أخي. ممكن سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أي متعلق بورقة ما طرحناه اليوم؟ ما موضوع ما الموضوع التي تتكلمون عنه؟ الموضوع الذي أنتم تتحدثون عنه اليوم ما هو؟ نعم، أنت لم تستمع إلى ما طرحناه، يعني حاول تقريبا لا لا لا, لا وجدت نعم وجدت نعم مشكلة في الإنترنت والآن أعد الاتصال. نعم، موضوعنا حول فرح عائشة باستشهاد أمير المؤمنين علي عليه السلام وفرحها وإبدائها هذا السرور وسجودها شكرا لله تعالى باستشهاد أمير المؤمنين علي عليه السلام وبغضها. نعم. وقد تطرقنا إلى مقدمة وهي بغض عائشة لأمير المؤمنين علي عليه السلام ومدحها لعبد الرحمن. نعم. بن ملجم لعنه الله. نعم. إلى أي حد أنتم متأكدون من هذا الأمر يا شيخ؟ متأكدون من هذا الحد إلى حد أننا حينما الآن نحن نسمعك نعرف أن الأخ عبد الحميد من فرنسا يتحدث معنا لا شخصا آخر بهذه. نعم. الحد بهذا الحد يعني. نعم. ولكن نعم. سؤالي يعني قاعدة سؤالي عفوا فقط عبد الحميد الأخوة بالكنترول السماعة الخارجية إذا بالكام سؤالي. نعم. سؤالي ربما يعني أبسط من أن يكون يعني. نعم. لغرض آخر يعني. نعم. هو للسؤال فقط. نعم. ما هو يعني كيف يغفل النبي صلى الله عليه وسلم عن كل هذه الأمور ويتزوج عائشة مع هذا علمه السؤال يا عبد الحميد أجبنا عليه يمكن عشرات الآلاف لا من الملائكة يا عبد الحميد كله. عبد الحميد يعني هذا سؤال يعني مفترض بك أن لا تكرره عشرات الآلاف من المرات أجبنا عليه. لا يخلو برنامج من هذا السؤال، لا يمكن لك أن الآن يعني تقول كيف غفل رسول الله صلى الله عليه وآله، لم يغفل من ذلك، ولكن هذا هو ابتلاء الأمة بعائشة. كم مرة نقول لكم أن الزواج هذا لا يعني شيئا إلى عائشة ولا إلى غيرها، الأمر هو بالتقوى بالخاتمة بحسن الخاتمة، الزواج وعدم الزواج لا يعني شيء. كم مرة نقول لكم أن زواج الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله من عائشة لسبب ولغاية ولأمر ولحكمة إلهية، الله سبحانه وتعالى قد اقتضى على هذه الأمة أن تبتلى بهذه المرأة. وقد قال أمير المؤمنين علي عليه السلام إن الله قد ابتلاكم بها أياه تطيعون أم هي، هذه كلها ابتلاءات الله سبحانه وتعالى. هل بالمعقول أننا نشكل هذا الإشكال حتى على الله سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى ألا يعلم أن إبليس وهو الشيطان الأكبر وأنه قد سوف يوسوس إلى الناس والناس سوف ينخدعون ويبتلون ويذهبون إلى النار؟ فهل نقول والعياذ بالله أن الله غفل عن ذلك؟ هذه حكم إلهية. الله سبحانه وتعالى. سؤالي يا شيخ، اسمعني خلني أكمل الكلام. اسمع الكلام.
الله سبحانه وتعالى فقط سؤال تريد تسمعني الآن بسمين. تريد تسمع الجواب أم فقط تريد أن تقاطع؟ نعم اسمع الجواب. اسمع الجواب. الله سبحانه وتعالى قد اقتضى إلى هذه الأمة أن تبتلى بعائشة وبالمنافقين هؤلاء. لا يمكن لك أن أنت تأتي وتريد أن تخضع الله سبحانه وتعالى إلى رأيك. هذا كفر بالله سبحانه أنا لا وتعالى. لا أخطر الله سبحانه وتعالى قال ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا من القرآن أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. هذه فتنة الأمة بعائشة إياه تطيب. هل أنت تؤمن بالقرآن؟ يعني هذا سؤال بالله عليك، بالله عليك اعطني سؤالا منطقيا. الآن نحن في عائشة، اعطني أمرا منطقيا ورد على ما أجبناه عليك. يعني بالله عليك هذا سؤال، هل هنالك مسلم لا يؤمن بالقرآن؟ يعني بالله هذا سؤال نسأل. إذا كنا نؤمن بالقرآن فالقرآن برأ عائشة من سبع سماوات. يعني شوف الآن انتهينا. ومن قال لك أن الله سبحانه وتعالى قد برأ عائشة؟ هذا كذب عائشة. شكراً إلى القرآن فقرأ سورة الحجرات. نعم شكراً إلى عبد الحميد. حميد فقط تهريجات وإشكالات تجتر الإشكالات ولا تفهم ماذا قلنا وماذا قلنا سابقاً. من قال لك أن الآيات القرآنية في سورة النور وهذه قضية الإفك قد نزلت في تبرئة عائشة؟ عشرات المرات آلاف المرات نقول لكم أن هذه عائشة هي التي تدعي ذلك. هذه الآيات نزلت في تبرئة السيدة مارية القبطية صلوات الله عليها من الإفك التي افترته له عائشة، التي جاءت بها عائشة لعنة الله عليها ومن معها. تأتي وتقول أنك لا تؤمن بالقرآن؟ سبحان الله، وهل هنالك مسلم لا يؤمن بالقرآن؟ إنما أنتم تؤمنون بما جاءت به عائشة. هذه الآيات نحن لا نسلم أنها نزلت في تبرئة عائشة. فهمكم للقرآن، قل لي هل تؤمن بفهمنا للقرآن؟ أقول لك لا، لا أؤمن بما تفهمون أنتم من القرآن ولا بتفاسيركم التي جاءت في وكلها كذب في كذب. سبحان الله. يعني الآن يأتي ومن ثم إذا كنت أنا أسألك بالله أتؤمن بالقرآن؟ سوف تقول لي نعم أؤمن بالقرآن. فإذا ماذا تقول في الآية الكريمة إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وهي آية متأخرة قد نزلت. إذا كنت بالفعل تؤمن بالقرآن الحكيم عليك أن تقول أن هذه الآيات قد نزلت في ذم عائشة وحفصة ولم ينزل بعدها آية أو قرآن أو حديث في تبرئة عائشة الحميراء أو في توبتهما. هل تؤمن بذلك؟ أما أنت تأتي إلي بفهمك السقيم للآيات القرآنية وللأحاديث التي تفسر القرآن وتأتي إلي بأحاديث مغلوطة ومكذوبة وتريد مني أن أخذ بها، لا أسلم لك بذلك. نحن لدينا العترة. وعلى زيادة على ذلك الشيخ الحبيب في كتاب الفاحشة قد فند روايات كلها بأجمعها وقد بين كذب عائشة بنفسها، كذب واختلاقات بحيث تجد التناقضات تلو التناقضات من عائشة. مرة تقول كذا ومرة تقول كذا ومرة تقول كذا، كلها تناقضات من أجل صرف نزول الآيات في تبرئة مارية القبطية صلوات الله عليها إليها هي عائشة. من التي افترت بذلك؟ هي عائشة لعنة الله عليها ومن معها. تأتي إلي تريد أن تبين لي أنك قد انتصرت بذلك. تعال وناقش بما أوردناه لك من بغض عائشة. لا تطيب له نفسا بخير تقول، وهذا موجود في صحاحكم. هل لك أن ترد ذلك؟ من معنا؟ أحمد من الجزائر، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله، تفضلوا. السلام عليكم. علينا وعليكم علينا إن شاء وعليكم الله. إن شاء الله. نعم يا أخي، ما تدريش على بكرية هذا إيمانا ولا رمضان؟
سماع عمر تاعو كيف كذا؟ عفوا الاتصال غير واضح يا أخي. نعم الاتصال غير واضح، إذا بالإمكان الاتصال مرة أخرى لأن هنالك تقطيع. نعم عندنا اتصال آخر، محمد من الرباط، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. قلت أن عائشة فرحت نعم. بمقتل علي نعم. وسجدت نعم. وسجدت نعم. هل هذا يعني أنها تعتقد بجدوى السجود عند الله؟ هل هذا صحيح إذا كانت قد سجدت؟ نعم. فإذا قمنا بعملية التحليل والاستنتاج فإنها تعتقد بجدوى السجود وبذلك تعترفون بأنها تؤمن بالله. سبحان الله هذا أول. وين اليابان عنك يا محمد من يعني الرباط؟ وين اليابان عنك بهذه العقلية الفذة؟ سبحان ما شاء الله عليك يا محمد، يعني حللتها حللتها. المنافقون يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ما هذا الهراء الذي تقوله يا محمد؟ يعني بالله عليك هذا أنت الآن تعتقد أنك خصمتنا يعني أو أنك حللت هذه المشكلة؟ فرحها على الاستشهاد أمير المؤمنين ماذا تقول فيه؟ نعم سأقول في بي 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 نعم 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 أسمعك. نعم ماذا تقول بفرح عائشة لعنة الله عليها باستشهاد أمير المؤمنين؟ إذا كانت قد فرحت باستشهاده فهذا خطأ من جانبها يا أخي. لأنه أولا أخي محمد لا أخي نعم خليه يكمل نعم وبعدين إذا كانت قد فرحت نعم فهذا خطأ منها نعم. لأن علي له مكانته في الإسلام نعم. ولكن السؤال الأساسي أنكم تعترفون يعني مجرد بأنها سجدت نعم مجرد خطأ نعم. مجرد خطأ لا 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 وأنها قد سجدت نعم. وسجودها دليل نعم. على أنها مؤمنة بالله. من قال من هذا لا يعنينا الآن، هذه التفاهات الأخرى لا تعنينا الآن أنها مؤمنة وأنها هذا كلام تافه لا نستحق أن نرد عليه أصلا. تقول أن فرحها على استشهاد أمير المؤمنين علي عليه السلام فقط مجرد خطأ، وألم تقر ألم تستمع إلى الحديث لا يحبك يا علي إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق أو ابن زنا؟ ألم تستمع إلى لا يوجد هذا الحديث لا يوجد هذا الحديث طيب يوجد. هذا الحديث لا هذا الحديث هذا اسمعني اسمعني هذا الحديث في صحيح مسلم في كتاب الإيمان باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي من الإيمان، رقم الحديث راجع المصادر 2682 عن علي عليه السلام قال: والذي فلق الحب وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وآله إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. إذن بغض علي مو شغلة سهلة، مو خطأ، لا نفاق، بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله عهد النبي صلى الله عليه وآله إلى علي عليه السلام أن بغضه نفاق. فعائشة حينما تفرح في مقتله واستشهاده وكانت لا تطيب لها نفسا في ذكره باءً ودليل واضح على أنها منافقة لأنها تبغض عليا عليه الصلاة والسلام، لأن جميع الأحاديث التي تروونها غير موجودة في النسخ الأصلية للكتب الإسلامية، غير موجودة، فإنها موجودة. شكرا على الاتصال. هذا يريد يسفح حتى عقله إلى أن يجعل نفسه منحطا الذي يقول بهذا الكلام. أرجع إلى صحاحكم تجدها هذه الأحاديث، هذه سخافة وسذاجة. يعني إلى متى هذا البكري يستحمر عقله إلى هذا الحد؟ ومن ثم يلومون بعض الناس حينما يعني
حينما نتحدث بهذا الكلام وأننا نقول بالفعل هؤلاء يستحمرون أنفسهم، البعض يزعل من هذا الكلام. هذا هو الواقع يا أخوان. يقول تارة يقول أن سجودها يدل على إيمانها، سبحان الله، يعني بهذه البساطة يعني. ومن إذا كان كذلك فالمنافقون يكونوا أتقى الأتقياء عندك إذا بهذه الطريقة يشهدون أن لا إله، يظهرون الإسلام، يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، فهل عندك يكونوا مؤمنون؟ يعني عبد الله بن أبي بن سلول على سبيل المثال يكون عندك أتقى الأتقياء لأنه يسجد لله ويعترف برسول الله صلى الله عليه وآله. يعني إلى متى هذا الانحطاط في التفكير؟ ومن ثم يأتي ويقول أن فرحها كان مجرد خطأ، هذا دلالة على النصب، دلالة على البغض. وتاليا يقول أن هذه الأحاديث غير موجودة في الصحاح، سبحان الله. وهل أنت رجعت إلى الصحاح الآن؟ رجعت إليها لتجدها أم لا؟ أم هو فقط لأنك منصدم من هذه الأحاديث تتحدث بهذا وأنت في شهر رمضان؟ كيف تستحل إلى نفسك الكذب وإلى الانحطاط في هذا التفكير؟ أنت في شهر رمضان يفترض بك أن تعلي من مستواك الفكري وأن لا تكذب على الأقل، تكذب على نفسك وتصدق هذه الكذبة. ارجع إلى صحاحك وإلى كتبك. نعم. لما الأخ سبحان الله هاي القاعدة الخرافية قال أن عائشة سجدت فيعني أنها مؤمنة، بس اقرأ الآية القرآنية الكريمة، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد أن المنافقين إن المنافقين لكاذبون. إذن المنافقين يشهدون ظاهرا بأن النبي صلى الله عليه وآله رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن القرآن كذبهم وقال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فعائشة حينما تسجد وتتظاهر بمظاهر الإسلام الله يشهد أنها كاذبة لأنها منافقة، بنص حديث صحيح مسلم أن علي عليه الصلاة والسلام لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. نعم حسن، تسجد شكرا لله ويأتي ويقول أنها دلالة على الإيمان. هاي سبحان الله، ما أدري شلون يعني هذا التخريج، يعني تسجد شكرا إلى الله باستشهاد أمير المؤمنين فيدل ذلك على الإيمان؟ يعني من العاقل الذي يقول بذلك؟ على أي حال هذا هؤلاء التفكير البكرية، نسأل الله لهم الهداية. عندنا اتصال أبو مهند من كربلاء المقدسة، السلام عليكم، تفضل أبو مهند. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. تحياتي لكم على المجهود اللي قاعد بذوه في إقناع هؤلاء المنافقين، بل أكثر من المنافقين. نعم. حقيقة أن حقائق قدامهم ما قاعد يقتنعون بها نهائيا. نعم. اللهم أن على أبو بكر الزنديق وعمر الجبان وعثمان الفار وعائشة التي ترضى الكبار، حزب الشيطان إلى جهنم وبئس المصير. هؤلاء الذين أسسوا أساس العدوان والعداء لأهل البيت عليه السلام، وهم أصحاب السقيفة وأتباع أصحاب السقيفة من ذاك اليوم لهذا اليوم، لم يقتنعوا بأي دليل، بأي دليل، بأي حجة، بأي كتاب، لم يقتنعوا. هم تربوا عليهم شيوخهم، شيوخ الكفر الذين يبغضون أمير المؤمنين ولا يرضوا نهائيا. اللهم انعلهم، انعل قتلة أمير المؤمنين، اللهم انعل قتلة أمير المؤمنين، اللهم انعل قتلة أمير المؤمنين. تحياتي لكم ولا الشيخ الحبيب، الله يبارك الله وبركاته، جزاكم الله خير، شرفتونا. ونحن زيادة عن ذلك نقول اللهم لعن من سجدت شكرا إلى الله ومن فرحت بمقتل أمير المؤمنين علي عليه السلام، أي عائشة الحميرة. نعم، عندنا الأخ سليم من الجزائر، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد وعلى محمد، حياكم الله. عظم الله أجورنا وأجوركم، وعظم الله أجور صاحب الزمان سلام الله عليه بشهادة أمير المؤمنين سلام الله عليه. صلوات الله عليه. المهم، الذين يدافعون عن عائشة أرجو أن يقرأوا
صحيح مسلم وسنن أبي داود وكثير من الكتب. هم بطبيعتهم يقولون أن السب والفحشاء من يتكلم بالفحشاء يعني من يأتي بفحشاء فهو ملعون، يعني الفاحشة لا تأتي على أمور المؤمنين وعلى أمهات المؤمنين. ففي صحيح مسلم نرى أن رسول الله كان ينهى عائشة أن تكون فحاشة بقوله يا عائشة لا تكوني فاحشة فإن الله لا يحب الفحش والتفحش، وذلك في صحيح مسلم وكذلك في كثير من المصادر الأخرى. كذلك نجد أن عائشة أمرت بقتل المؤمنين وهدر دماء المؤمنين خاصة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله في البصرة. كذلك أمرت بذبح حراس بيت المال المسلمين في البصرة، بقتل شيخ أهل البصرة، قادة حرب طائفية التي هي حتى الآن موجودة، وهي الطائفية التي خلقتها عائشة. عائشة خلقت أنصارا لها لتحارب أنصار أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهم شيعة أمير المؤمنين سلام الله عليه. هي التي خلقت الطائفية في الإسلام. امرأة لا تستحي على عرضها، لا تقول أنها امرأة كانت زوج لرسول الله وهي طليقته. أنا بالنسبة لي هي طليقة رسول الله وليست زوجة، هي طليقة. وذلك الذي ذكره لما أظن الشيخ الطوسي أو الطبرسي، لا أدري يعني المجلس لا أتذكر الحديث، لكن أعلم أنها طليقة رسول الله. نعم. سبحان الله. يعني حتى لو ذكرنا لهم أنصار عائشة هؤلاء، لو ذكرنا لهم من كتبهم ما تقول عائشة وتشهد على نفسها على أنها في النار لا يصدقون. وأقول شيء لذلك الشخص الذي يسمى أبو عائشة، يا أبا عائشة كما تقول، أقول لك اتق الله ولا تقف ما ليس لك به علم. لا تقف أنت تقول أن عائشة في الجنة، كما نقول نحن في الجزائر نقول له راك كبير، ما تكذبش راك كبير. إنك كل يوم أنت تتقدم فيه في السن تتقرب إلى قبرك، ستسأل في قبرك عن كذبك هذا على المؤمنين. ونقول للمؤمن نحن لماذا خصصنا عائشة كمثال، نأخذ يعني ننتقد عائشة، لأن عائشة كانت سبب في هلاك مجموعة كبيرة من المؤمنين من عهد رسول الله إلى عهدنا هذا. نعم أحسن. فهي الفتنة الكبرى وهي قرن الشيطان. والسلام على الله، سلام الله عليكم. وعليكم السلام. وأقول لكم عظم الله أجورنا وأجوركم، وأبلغ تحياتي وعظم الأجر للسيد أحمد الموسوي والشيخ ياسر الحبيب. عظم الله أجركم وجميع قدام الهيئة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعظم الله أجورنا وأجوركم. إذن اتصال الأخ بلال من المغرب، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ياكم الله أخي بلال. نعم تفضلوا. أبو سلطان قبل الجواب عندي سؤال لو سمحت. نعم تفضل. عائشة هي كافرة أم منافقة؟ هي منافقة. يعني ولماذا مرة منافقة مرة كافرة؟ هي كافرة كافرة في تحليل الآخر. نعم. ما المنافق مآله ماذا؟ هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، مآله جهنم، فهي بالنتيجة هي كافرة، ولكن في الدنيا تطبق عليها أحكام الإسلام، فهذا هو هذا حينما نقول كافرة يعني في النار، ولكن في الدنيا تطبق عليها أحكام المسلمين لأنها من المنافقين، وهذا أمر معروف بالضرورة. إن المنافقين في الدرك الأسفل من الجحيم. نعم. عندك سؤال آخر؟ هل نعم. المنافق هل يجوز لعنه المنافق؟ نعم ما هو؟ المنافق. هل يجوز لعنه المنافق؟ نعم يجوز لعنه المنافق. نعم يجوز. لماذا لا يجوز؟ أعطيني آية قرآن تفضل. آية قرآن سبحان الله آية قرآن تفضل. سورة المنافقون كلها نزلت فيهم،
سورة المنافقون لم تقرأ سورة المنافقون؟ سبحان الله، هل يعني حتى توضيح الواضحة، يعني يقال أن توضيح الواضحات من أصعب المشكلات. إذا القرآن أنزل سورة كاملة، هذا بغض النظر عن الآن الآيات الأخرى، سورة كاملة باسم سورة المنافقون، تأتي وتقول لي هل هنالك آية؟ على حال عندنا اتصال، شكرا للأخ بلال. هل عندنا اتصالات أخرى؟ نعم، رشيد من المغرب، تفضل. أنا أريد أن أعلق على الأخ الذي اتصل من فرنسا. نعم. نعم. الأخ الذي اتصل من فرنسا، نعم. عندما طرح عليك الآية الإفك قلتم أنها نزلت في تبرئة ماريا القبطية. نعم. ليس كذلك؟ نعم. تسمعونني؟ نعم، إيه نعم، نحن نقول أنها نزلت في تبرئة السيدة ماريا القبطية. نعم. لكنكم تخالفون ما نقله جواد مغنية في كتابه تفسير. نعم، إيه نخالفه ونخالف غيره ونخالف إن شاء الله أكبر علمائنا، ما المانع؟ نحن هنا في مدرسة الاجتهاد، مدرسة الشيعة، مدرسة النقد والاجتهاد، باب الاجتهاد مفتوح. جواد مغنية، العلامة الحلي أو غيره، صعد أم نزل، هذا نحن نلتزم بقول الأئمة الأطهار عليهم السلام. حينما نجد أقوال أو روايات أهل البيت عليهم السلام فنحن نأخذ بها، لا نأخذ بأقوال العلامة الفلاني أو علامة الفلاني. نعم. هذا أمر يعني معروف، لسنا نحن كالطائفة البكرية التي تأخذ بأقوال علمائها وتأخذ بأقوال كهنتها وتترك ما جاء عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله أو عن الأئمة الأطهار عليهم السلام. عموما رشيد، اليوم نعم. موضوعنا نعم. اليوم نعم، وهذا موضوع نعم. طبعا موضوعنا اليوم آخر. عن بغض عائشة لعلي عليه الصلاة والسلام، كما ورد في مسند أحمد بسند صحيح أن عائشة لم تذكر اسم علي صلوات الله عليه، فقال عبد الله أو فقال عبيد الله بن العباس: أتدري من ذلك الرجل؟ هو علي بن أبي طالب، ولكن عائشة لا تطيب له أو لها نفسا. وورد في كتاب الطبقات الكبرى بسند صحيح كذلك نفس العبارة، ولكن عائشة لا تطيب له نفسا بخير. وفي صحيح مسلم كما علمنا أن بغض علي نفاق وحبه إيمان، فهل عندك دفاع عن عائشة وبغضها لعلي عليه الصلاة وأفضل السلام؟ تفضل جاوب على هاي الأحاديث اللي نقلناها تحديدا. لماذا لا تطرقوني أتكلم؟ تكلم بالموضوع، تكلم بالموضوع، موضوعنا يعني اليوم نعم. هذا نعم، عندك شيء بهذا الموضوع؟ أنتم خالفتم علماءكم عندما قلتم لماذا تهرب رشيد؟ شكرا للأخ رشيد. لماذا تهرب؟ عفوا بس أرد لحظة. نعم. لماذا تهرب يا رشيد؟ لماذا؟ ما هذا الخوف والجبن؟ نحن عندنا أحاديث. أخونا محمد أبو سلطان تكلم هكذا، رد مثل ما يقول بالمجمل على اتصال أحد الأخوة وقال له نحن لا نسلم بأن هذه الآية الآن عندك غير موضوع. هذا عندك شيء حول ما طرحنا، نريد موضوع نعم على هذا الموضوع، أن عائشة تبغض علي عليه الصلاة والسلام كما في مسند أحمد وفي الطبقات الكبرى ابن سعد، والذي يبغض علي منافق والذي يحبه مؤمن. عندك رد على هذه الروايات أم شكرا على اتصالك؟ نعم، هو طبعا ما عنده جواب. نعم. هرب؟ أي ما عنده قطع. جواب. نعم، ما عنده جواب على ما طرحناه، فيأتي ويتمسك بما أجبناه كما يعني باستطراد بالمجمل هكذا. ومن ثم من قال لك نحن لسنا عبادا للرجال؟ أنت إذا كنت تظن أنك تتحدث في مع ناس بكرية أو يأخذون بهذا المسلك فأنت واهم يا رشيد. نحن مدرسة النقد، الاجتهاد باب الاجتهاد مفتوح، فليكن محمد جواد مغنية أو غيره، قلنا لك حتى العلامة الحلي، هؤلاء من أكابر علمائنا. إذا كان هنالك نص عن الأئمة الأطهار عليهم السلام نأخذ بالنص عما جاء عنهم. قال فلان أو قال فلان، هذا يعني
أعارضه أو أخذ به، هذا هو باب الاجتهاد مفتوح. نحن إذا أخذنا بقول العالم الفلاني إذا كان بالفعل يقوم أو يعني يتقوى بأقوال المعصومين عليهم السلام وإلا فلا نأخذ به، يعني هذا أمر متعارض. نحن لسنا عبادا للرجال، إذا جاء هذا الرجل الفلاني أو العالم الفلاني أن يقول قال هذا القول فقد خلاص سلمنا به ولا يحق لنا أن ننتقده أو نخطئه أو ما أشبه ذلك. هذه مدرستكم أنتم، أنتم عباد الرجال وعباد الأسناد، لا نحن الشيعة. نعم، لدينا اتصال عبد الله إبراهيم من مصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله، تفضل. قال الله هو الذي أنزل منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقال رسول الله إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فمن التقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فالدين واضح زي الشمس. وقد لبارك يا أستاذ، وإحنا عندنا شروط الحديث الصحيح: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، عدم العلة. وكل الحديث التي عندنا 80% ضعيف، 80% ضعيف وموضوع. ونحن نأخذ بآخر عالم حديث صحح هذه الأحاديث. احتجوا علينا بالألباني، الشيخ الألباني صحح حديث. اسمع، خوش جاب الروح، جاب نفسه، وقع الألباني صحح هذا الحديث أن عائشة لا تطيب له نفسا بخير، ولكن الآن المصادر موجودة في مسند أحمد وفي الطبقات الكبرى لابن سعد. راجع اذكر الألباني، اذكر هذا الحديث واكتب الألباني. الألباني صحح هذه العبارة، فالألباني يصحح أن عائشة تبغض أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. فماذا تقول؟ أليس بغض علي النفاق؟ احتجوا علينا بالألباني وبفهم أهل السنة لهذه الأحاديث. نعم، خصمت نفسك يا عبد الله وقلت أنك تحتج بذلك، مع أن هذا كلام تافه وسخيف ولا أحد يقول به، ولكن خصمت نفسك بنفسك، قلت أنك احتج بنا بما صححه الألباني. الألباني صحح هذا الحديث في كتابه إرواء الغليل، ارجع إليه، بارك الله فيك. شكرا للأخ عبد الله إبراهيم من مصر. عندنا اتصال آخر. سبحان الله، وقعت الطمع على رأسه. ايه، أبو علي من الأهواز. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي محمد السلطان وعلي الإبراهيمي وجميع كادر قناة صوت العترة وفدك، عظم الله أجوركم. أجورنا وأجوركم. ضربة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في هذه الليلة، وعظم الله أجور المؤمنين في كل مكان. بالنسبة لهذا الشخص محمد من الرباط، يقول سجودها دليل على إيمانها. العجب العجاب من هذه الفئة من الناس، كيف يستدل بهذا الدليل ولا يفكر قبل ولا هذا الدليل صحيح أم خطأ؟ في محكم كتابه إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. كيف يستدل بهذه السجود والمنافقون يصلون ويذكرون الله كما في قوله تعالى إلا قليلا؟ فدليله باطل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك أخي أبو علي، تفضل. نعم. بالنسبة إلى ما تفضل به أخير اتصال من مصر، أخونا وحج نفسه وهو لم يعلم أن الألباني صحح هذا الحديث، ثم أنه يا أخي هذا الحديث وارد بأكثر من طريق، يعني حتى في البخاري ومسلم، ولكن البخاري حذف أن عائشة لا تطيب له نفسا. فمن خلال هذه القراءة تثبت يا أخي، تثبت وبسند صحيح في الطبقات الكبرى لابن سعد. أما أنك هكذا تأتي وترجع الأحاديث وتحاول أن تكذب ما طرحناه، فهذه حيلة العاجز، حيلة العاجز. بغض عائشة لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ثابت بأصح الأسناد، ونتحداكم
تحدي أن تضعفوا هذا الأسناد اللي رويناها الآن في مثلا مسند أحمد أو في الطبقات الكبرى لابن سعد، نتحداكم أن تضعفوا هذه الأسناد، ما تستطيعون لأنهم ثقات عندكم وبسند صحيح. فعائشة تبغض علي عليه الصلاة والسلام وبغضوا علي النفاق، جابوا على هاي الجزئية، ناقشونا بهاي الجزئية يا أمة عائشة وأبي بكر، إلى متى؟ معقولة؟ معقولة لهالدرجة عائشة صارت عندكم تعبدونها عبادة من دون الله؟ اليوم ذكرى استشهاد أمير المؤمنين صلوات الله عليه، أما يحز هذا بنفسكم؟ والله نعرف إحنا ما يحز بنفسكم طبعاً، نحاكي إحنا الشيعة أخواننا إن شاء الله عظم الله أجورهم، ولكن أمة عائشة من تتبع عائشة من تقتدي بعائشة كيف تحزن لمقتل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام؟ بل بالعكس تجد النواصب يفرحون في هذا اليوم، يفرحون اتباعاً وتطبيقاً لسنة أمهم عائشة لعنة الله عليها. لا وجايب شيء بشغلة جديدة والله، تعال حجونا أو تعال فقط من الألباني وتعال، يعني شنو هذا المنطق، شنو هذا الفكر اللي تعال أنا أريد فقط من الألباني، إذا الألباني صحح هذا الحديث أنا أخذ فيه، ما صححه طيب هو موجود في مسانيدكم المعتبرة صحيح البخاري صحيح مسلم الطبري وغيره من الكتب، إلا لا تعال أنا أريد بس الألباني. يعني نقدر نقول مذهب جديد؟ إيه طبعا مذهب جديد، هذا يريد شنو أنا أساس لا شنو نحجة لا، لأنه بعد واقع في مأزق هو الآن من هذه الأحادي، لا أنا أريد هذا الرجل الفلاني لا أنا أريد شنو هذا الطين، هذا دين لو طين عندك سبحان الله وقع فيه الألباني صححه. أريد فقط من الألباني. طيب أنت إذا تسوي على بالك أنت علامة زمانك وأن السند المتصل وما أشبه ذلك جاي تتكلم لنا بهذه العبارات، أنت قارئ شنو الألباني مصحح وشنو ما مصحح ما تدري، بس جاء سبحان الله يعني الله سبحانه وتعالى خذلان الله لهم. نعم الحمد لله الطائفة المنصورة الله يعز التشيع سبحان الله، اليوم جاي حتى ينفخ عضلاته وقع، روح اقرا الالباني صح هذا الحديث يقول في بدايه كلامه الدين وبين بين هي الدين بين انت بين. اذا تقرا رواياتكم فقط رواياتكم الدين بين، شوفوا شلون ان عائشه كانت تبغض امير المؤمنين حتى كانت لا تطيق ان تذكر اسمه الشريف، الدين بين بس انت حاط على عيونك غشاوه لا يريد الحق لانك ما تريد تستمع الى الحق، واذا استمعت لا هذا مثل ما قلنا ليله هلاك عائشه قبل ليلتين تأخذكم العاطفة. نعم. هي هذه أم المؤمنين وعرض الرسول وزوجه وعرسه والمبرأة من فوق سبع سماوات وهذه التهريجات أو شنو البهرجات إنجاز التعبير لعائشة. فحينما يستمع إلى هذه الأمور ينصدم تأخذه العاطفة. فتداركوا أنفسكم يا أهل الخلاف كما طرحنا عليكم في تلك الليلة أن أبو ثابت مولى أبي ذر رضوان الله تعالى عليه كاد أن يهلك وكاد أن يدخل نار جهنم في معركة الجمل، كان في جند أمير المؤمنين علي عليه السلام، ولكن حينما وجد عائشة وتخطب في الناس وأنا أمكم وأنا يا أيها الناس عليكم أمكم فإنها صلاتكم يعني وجد عائشة فوقف إلى قبيل صلاة الظهر لم يقاتل، المعركة بدأت من بعد صلاة الفجر إلى استمرت إلى صلاة الفجر، يقول إلى صلاة الظهر يقول إنني عند ذلك كشف الله عني فذهبت وقاتلت مع أمير المؤمنين علي عليه السلام الحمد لله تدارك نفسه، وإلا كنا نلعنه اليوم كما نلعن غيره من الذين قتلوا أو قاتلوا مع عائشة. من معنا؟ نعم الأخ إبراهيم من النرويج. السلام عليكم. السلام على من اتبع الهدى. وعلى من اتبع الهدى السلام. نعم 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 السلام على من اتبع الهدى نعم. آمين اللهم آمين نعم. بالنسبة للحديث أول شيء الأدلة سواء من القرآن الكريم أو الحديث الشريف نعم. لابد أن تكون قطعية الثبوت نعم. وهذا كما تفضلتم أن عندكم حديث صحيح يعني هذا معناته قطعية الثبوت زائد قطعية الدلالة، ثم أنتم قلتم أنتم مجتهدون وغيركم مجتهد لا تفرض اجتهادك على غيرك، ثم
حينما تأتي بالدليل تأتي بدليل قطعي الثبوت كما فعلتم على قولك أن هذا كله صحيح كله قطعي الدلالة النص لابد أن يكون قطعي الدلالة في القرآن الكريم آيات كثيرة قطعية الثبوت وقطعية الدلالة وبعضها ظني الدلالة هذا الحديث اللي تذكره هذا ظني الدلالة ليس حجة لك هذا حجة عليك هذا الحديث ولو كان قطعي الثبوت لا نرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الدلالة فيه ضعيفة لا تخدم غرضك هذا للعلم وإن شاء الله يهدينا ويهديكم ويصلح أعمالنا وأعمالكم ويوفقنا لما فيه الخير والسلام على من اتبع الهدى على من اتبع الهدى السلام طبعا لم يأتي إبراهيم بشيء وإنما أراد أن يظهر لنا فهمه وكلماته المنمقة والذي يريد أن يبين لنا أنه يفهم بعبارات الحديث العبارات الحديثية والفقهية ظني الثبوت قطعي الدلالة أنا أخصمك فقط من القرآن الحكيم إذا أردت وهو قطعي الثبوت سورة التحريم تكفي لكفر عائشة ونفاقها إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير هذه الآية وهذه السورة تكفي وهي قطعية الثبوت على حد تعبيرك وقطعية الدلالة زين هذه الكلمات والمنمقة وتريد إظهار أن للآخرين أنك تفهم بهذه العبارات هذا أمر لا ليس محله هنا هذا أولا لأن الأحاديث التي أوردناها هي أحاديث قطعية الثبوت وصحيحة لدى القوم ونحن نلزمهم بما ألزموا به أنفسهم هذه الروايات التي أوردناها كبغض عائشة أنها لا تطيب له نفسا بخير هذه موجودة في صحاح القوم قطعية الثبوت وقطعية الدلالة فإذا هذا الكلام دعه تعال وتحدث وناقش الروايات هذا أولا أما قولك أن تقول أننا نقول أننا مجتهدون ولا تفرض اجتهادك على الآخرين هذا ليس اجتهاد هذا أمر هو واقعي هذا هو الذي يعني الله سبحانه يعني روايات تذكر أن عائشة تبغض عليا عليه السلام هذا ليس اجتهادا أنا لا أجتهد أقول لا أجتهد أنها تبغض عليا ربما هنالك اجتهاد آخر أنها تحبه هذا ليس اجتهاد هذا أمر واقعي قطعي الثبوت وقطعي الدلالة هنالك روايات مستفيضة جدا أن عائشة تبغض عليا عليه السلام تبغض أهل البيت هي التي سمت رسول الله صلى الله عليه وآله قال رسول الله صلى الله عليه وآله عائشة لا تدع عداوتنا أهل البيت روايات مستفيضة ومتواترة وما أشبه ذلك فهذا ليس اجتهاد هذا أمر واقعي أنت بين جنة ونار هذا مسلك وهذا مسلك أي المسلكين تختار طريق عائشة أم طريق علي عليه السلام أليس هنالك حديث القرآن مع علي وعلي مع القرآن فإذا من نتبع إذا لو كنت أنت يوم الجمل تقف مع من تقف مع عائشة أو تقف مع علي عليه السلام إن قلت عائشة قد كفرت وإن قلت أمير المؤمنين علي عليه السلام فإذا هذا قطعي الثبوت قطعي الدلالة وليس اجتهاد وإنما هذا هو الحق هذا هو الطريق الذي يوصلك إلى النجاة هذا أولا شيء آخر يعني قول رسول الله صلى الله عليه وآله لعمار يا عمار مضمون الرواية الشريفة يا عمار لو سلك علي واديا وسلك الناس واديا آخر فاسلك الوادي الذي سلكه علي عليه السلام ماذا يعني ذلك حينما نجد عليا في طرف عائشة في طرف فأترك عائشة وجندها ومن أشبه إذا وجدت عليا عليه السلام في طريق ووجدت معاوية في طريق فإنني أشطب على معاوية وأدوس على رأسه لأنه
الطريق الخاطئ. فأجنع دائما أروح إلى علي عليه السلام، أينما ذهب علي فأنا معه، علي مع الحق والحق مع علي عليه السلام. فهذا الكلام يفترض بك أن لا تأتي به الآن هنا قطعي الثبوت وقطعي الدلالة، ويفترض بك أن تناقش هذه الروايات وتوسع مداركك وتوسع من فكرك أن هذا الذي نطرحه أمر واضح مبين، ولكن الذي عليه غشاوة والذي لا يريد أن يعرف الحق يأتي بهذه الكلمات. نعم. لك شيء علي؟ فقط أنا أسأل الأخ المتصل، نسأل الله أن يهديه، وهو يكرر دائما أكثر من مرة، يمكن إذا سجلت أكثر من 5-6 مرات، قطعي الدلالة، قطعي الصدور، قطعي الثبوت. زين، أسألك سؤال، الأحاديث هذه ما بها، هذا اللي وردناها تحديدا، لا تخلينا نتشعب، اللي أحطيناها الآن، ألا يوجد فيها دلالة قطعية على بغض عائشة عليه الصلاة والسلام؟ يعني مثلا لما تقرأ في رواية مثلا مسند أحمد، يقول ابن عباس: أتدري من ذلك هو الرجل علي بن أبي طالب، ولكن عائشة لا تطيب لها نفسا. وفي طبقات الكبرى لابن سعد يقول: الرجل الآخر الذي لم تسمي عائشة، قال: قلت لا، قال ابن عباس: هو علي بن أبي طالب، أو هو علي، إن عائشة لا تطيب له نفسا بخير. هاي ما فيها، على الأقل لو هذا الحديثين تحديدا، ما فيها دلالة قطعية على أن عائشة تبغض علي عليه الصلاة والسلام. أنا لا تطيب أو لا تطيب نفسي لشخص ما أن أذكره بخير، ما هذا يعني؟ أنت عربي وتفهم، اذهب واسأل معاجم اللغة تفهم جيدا أن هذا بغض لهذا الشخص. أنا لا أذكر اسمه أي أني أبغضه، لا أطيب له نفسا. ثم ما هو الأصرح وما هو الأوضح وما هو الأدل من روايات التاريخ الطبري وابن الأثير لما وصلها نبأ استشهاده صلوات الله عليه وأرواحنا فداه، ماذا قالت؟ ولما انتهى إلى عائشة قتل علي عليه الصلاة والسلام، قالت: فألقت عصاها واستقرت بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر، فمن قتله؟ فقيل: رجل من مراد. فقالت: فإن يك نائبا فلقد نعاه غلام ليس فيه التراب. هذا شعر ومدح لقاتل علي عليه الصلاة والسلام، وهذه أحاديث قطعية الدلالة والثبوت كما تقول أنت بهذا بلسانك. أقول لك هذه أحاديث قطعية الدلالة وقطعية الثبوت على بغض عائشة لعلي عليه الصلاة والسلام، وبغضه كما نكرر ونقول بغضه نفاق وحبه إيمان، فعائشة منافقة. نعم. نعم، أحسنت. من اتصال الأخ وليد صالح من مصر، السلام عليكم. نعم، يعني أولا التعزية لذكرى استشهاد الإمام أمير المؤمنين. أنا منذ وقت طويل يعني، وأنا يعني كنت أستصعب فهم آيات عبادة العجل التي كنت أقرأها في القرآن، كنت أتعجب كيف أن ناسا يعني عندهم نبي من أنبياء الله يبلغهم رسالة الله ثم يعني يعبدون عجلا. في هذه الأيام بدأت أفهم أكثر عندما يعني سمعت مثلا متصل قبل قليل يزعم أن سجود عائشة فرحا لمقتل أمير المؤمنين، هذا دليل على إيمانها وعلى اعتقادها بالسجود يعني. فأنا عرفت كيف تفعل عبادة العجل بعقول الرجال وتذهب بإيمانها. أقول إن التخطيط لقتل الإمام أمير المؤمنين بدأ منذ استيلاء أبي بكر على الخلافة وتكليف خالد بن الوليد بذلك. وفي ذلك في كتب الفقه عندهم معروف أن الكلام في الصلاة، بعض الكلام في الصلاة الواجب لا يبطلها، ثم يسلم الإمام أن أبو بكر أمر خالد بن الوليد لا يفعل ما كان أمره به من قتل الإمام ثم سلم، لأنه خشي من ذلك وحسب الحسبة أخيرا يعني. كمان التخطيط لقتل الإمام أمير المؤمنين يجب البحث عنه في ما يزعم أنه شورى عمر الثلاثية، وأنه إذا اجتمع أربعة واختلف اثنان فيقتل الاثنان، وأنه إذا اجتمع ثلاثة واختلف ثلاثة يقتل الثلاثة الذين ليس فيهم ابن عوف ولا ابن عمر. فهذه الشورى ما يزعم أنها شورى ثلاثية. التخطيط لقتل أمير المؤمنين كان كامنا فيها وحاضرا فيها بقوة،
فإما إن هذه الممكن كما عرضه بخلافة عثمان أو ابن عوف إما أن يقتل في هذه الشورى المزعومة. على فكرة عبد الرحمن بن ملجم هذا من اكتشافات عمر بن الخطاب، هو من اكتشف أو يعني هو من أرسله إلى مصر ليعلم القرآن بزعمه وأوصى به عبرة العاص وقال له اهتم به وقرب مسكنه في المسجد ليعلم الناس القرآن، وكان سكنه وبيته جنب بيت عبد الرحمن بن عبيد البلوي. فعمرو بن العاص اعتنى به جدا، وكان عبد الرحمن بن ملجم معبأ في جيش معاوية وعمرو بن العاص. وهناك تحليل يثبت أن من أرسل ابن ملجم إلى الكوفة لمقتل أمير المؤمنين هو معاوية، وعمرو بن العاص أرسلاه إلى الأشعث بن قيس الهندي الذي زوده ووجهه وخطط له ووجهه إلى مقتل أمير المؤمنين، فالجريمة نابعة من معسكر معاوية وعمرو بن العاص. على فكرة ابن ملجم محمد إدريس الشافعي بيقول إن هو مجتهد ومتأول ولم يخطئ في قتل أمير المؤمنين، هو كان يعلم أنه يفعل الحق. محمد إدريس الشافعي صاحب المذهب يزعم أن ابن ملجم مجتهد ومتأول وأنه فعل ذلك وكان يعتقد أنه يرضي الله ورسوله. كذلك ابن حزم الأندلسي بيزعم ذلك في كتابه، يعني النبي يقول من يقتل عليه قريطان هو أشقى الأمة، وهم كالعادة وكالمعتاد وعلى سبيل الاعتياد الروتيني جدا يردون على النبي أحاديثه ويردون على النبي إخباراته ويقولون له لا يا رسول الله هذا مجتهد وهذا متأول. بالنسبة لشخص تكلم عن الكلام في المصادر إثباتا أو نفيا وأن هذه يعتد بها وقطعية الثبوت واحتجوا عليها بالألباني، يجب علي المتصل أن يرسل رموزه وشيوخه ليعترفوا بأن هذه المصادر ليست حجة. هذا أولا، عليه أن يرسل من هو ذو حيثية ومن هو رمز عندهم ليعترف أن مسند بن حنبل وغيره من المصادر ليس بحجة، وعليه أن لا يأخذوا منه روايات يصطنعون بها ديانتهم، يعني عليه أن يتوقفوا عن ذلك وذلك على ألسنة رموزهم. فلا يصح رفض هذه المصادر عندما لا يستشيعون الأدلة فيها، بينما هم ليل نهار يحتجون بها في منابرهم وفي محطاتهم. فالمعاملة يجب أن تقرب باسم معاملة المصادر، إما إثباتا عندما أرضى ولا أرضى وفيها عندما أرضى أرضى أرضى. أما الأدلة كذافا واصطناع الأعلامية والدعادي فهذا ظلم للحقائق وبصراحة بغض للإمام أمير المؤمنين، لهذا لا يقع إلا في خارج ومربع بغض أمير المؤمنين، وهذا هو النفاق بعينيه. نعم أحسنت أخي وليد. أحسنتم. نعم بارك الله فيكم. نعم عندنا اتصال سارة من مصر، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا. الرجاء عدم المقطع اليوم، وأكرر الرجاء عدم المقطع اليوم. نعم تفضلي. ألخص الكلام أن السيدة عائشة كانت بكل الحب والاحترام آل البيت الطهار، وكل ما ذكرته من أدلة هذه باطلة، فإما أتت عن طريق على أصبحت كتاب مقاتل الطالبين أو عن كتاب الحديث أو عن تاريخ الطبري الذي هو يحصل على حديث صحيحة ولا حديث ضعيفة، فكل حديث تذكره عن السيدة عائشة تدرس فرعا مقتل سيدنا علي، فهذه أحاديث باطلة ولا تصح، فنحن أهل السنة لا نأخذ إلا الأحاديث الصحيحة. أما ما ذكر نعم أكملي. يبدو هنالك خلل في الاتصال. تقول ان عائشة كانت تحب تكن الحب لأهل البيت. واضح مبين عائشة مبين. يعني ما ادري هل استمعت الى ما اوردناه من روايات وكل شوي نعيد الروايات، يعني الان صار لنا ساعة وربع تقريبا ونحن نعيد ونكرر هذه الروايات، ان عائشة تقول لا تطيب له نفسا بخير. لم تذكر أمير المؤمنين علي عليه السلام حينما أوردت هذه الرواية، وقالت لا، وقال ابن عباس اعترف وقال
أن الاسم الذي لم تسمه عائشة هو علي عليه السلام، ولكن عائشة لا تطيب له نفسه، كل ذلك تكن له الحب ما شاء الله. وإن شاء الله معركة الجمل هذه وقعت حبا في أمير المؤمنين علي عليه السلام، قاتلت حبا، قاتلته حبا فيه. نعم حبا. أي. ومن الحب ما سفكت قتل. سفكت دماء المسلمين 30,000 حبا في أمير المؤمنين علي عليه السلام. هذا كلام تافه يا سارة. من معنا؟ نعم أبو علي من القاهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي محمد. حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. إنه أنت معلش إذا سيد سارة تتكلم براحتها، وبعد ما تتكلم لا متشكرين يا سارة، يعني ممكن يكون عندها رصيد زيادة حاجة، يعني هي سارة ومحمد البدوي وأبو عائشة من كل الناس دي، يعني نعم اللي بتبقى في دماغها يعني. نعم. ولسه انت قايل 30,000 ماتوا وطلعت ارض حرب الامام الحسن وضربت السهام وجابت مروان وبرضه هي بتحب اهل البيت ومخلصه وزي الفل، كل المساوئ كل المساوئ عند عائشه. نعم. يعني ما سمعناش حاجه عن سيده فاطمه ام المؤمنين ام سلمه. سلام الله عليها. سيده خديجه الكبرى. نعم. كل اللي أنا عايز ينتحر عند عائشة، بيقول واقف عند عائشة، بيموت اللي كان عند عائشة، مش عارف ايه الناس دي مالها، يعني مش عارف اقول يعني صار مقديم ولا راجل. دي اقول لك السند والمتصل والصحيح والاكيد والسند والمتصل والصحيح. نعم. يداخل عليك البغض عنده يقول لك السلام على من اتبع الهدى. طب يا اخويا متشكرين. احنا فعلا اللي اتبعنا الهدى، هو ما بجدش في حاجة الراجل يعني. نعم. الراجل والله قال الحقيقه. لان احنا فعلا اتبعنا الهدى واتبعنا عين بيت النبي واتبعنا العبره والقران وسفينه النجاة وحاجه واضحه، ولا رحنا العيشه ولا عمرو ولا ابن ابي قعاده ولا ابن صاف ولا معاويه وما معاويش وغيره. احنا متشكرين اولا واخيرا. جزاكم الله خير. بس السلام ورحمة الله. على الأخت رقية، أنا اللي فهمت من كلامها أنه تقول هاي الروايات لا تصح، أو سارة هاي الروايات لا تصح، واستشهدت أنهما مقاتل الطالبين. أولا جئنا بمصدر من مقاتل الطالبين، لماذا؟ لأنه يا أختنا لأنه كي تتعضد القرائن، هاي وحدة. ثانيا ما هو الجواب على روايات مسند أحمد وابن سعد بسند صحيح أن عائشة لا تطيب له نفسا صلوات الله عليه، لا تحب أن تذكر عليا لأنها تبغضه؟ طيب الآن تأتين هكذا وتقولين أن عائشة كانت تحب عليا، فهذا تسفيه للعقول. أنت لا تريدين الهداية، أنت الآن لا تريدين الهداية. وبالله عليكم أسألكم يا عوام البكرية، يا من تريدون الخير والنجاة، ما سألتم أنفسكم لماذا نحن الشيعة نحترم ونقدر مثلا السيدة الطاهرة أم سلمة صلوات الله عليها، وتسمعون حينما نذكر اسمها نقول صلوات الله عليها وعليها السلام ورضوان الله عليها؟ لماذا؟ لماذا نقدر أم سلمة ولكن في المقابل نتبرأ ونلعن عائشة؟ لماذا؟ ألم تكن هذه زوجة للرسول الله صلى الله عليه وآله؟ ألم تكن هذه زوجة للرسول الله؟ ولكن مقياسنا مقياس قرآني، مقياسا كما ورد في النصوص، إن يا نساء النبي، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. هذا المقياس الذي نسير عليه ونمشي عليه. فاسألوا أنفسكم، نحن نتبرأ من عائشة لثبوت الدليل على نفاقها. يا من تحبون عائشة، ثابت صحيح أدلة صريحة عندكم كانت تبغض عليا، والذي يبغض علي منافق كما في صحيح مسلم. لهذا السبب وغيرها من الأسباب نحن نتبرأ من عائشة. ترى ما ماخذ مال أبونا ولا ماخذ أراضينا يا عمي، هذه ظلمت محمدا وآل محمد صلوات الله عليه، لأن وجدنا دليلا صريحا على نفاقها تبرأنا منها، ما يراد لها روح القاضي. حاولوا تشجعون، إحنا يوم القيامة لنا عذر أمام رسول الله صلى الله عليه وآله وأمام الله تعالى. وجدنا سيرة هذه المرأة الخبيثة مشوبة، وجدنا سيرتها مليئة بالنصب والعداء لآل محمد عليهم الصلاة والسلام، وبالكفر وبالفسق وبالفجور وبكل شيء.
كل شيء اصلا، كل شيء فاجر، كل شيء نعوذ بالله غير اخلاقي تجدونه عند عائشة، وجدناه في سيرتها تبرأنا منها، بينما وجدنا سيرة السيدة الطاهرة ام سلمة والسيدة الطاهرة خديجة صلوات الله عليهما، وجدناهم مؤمنات قانتات، وجدناهن دائما في البيت، ما آذى الرسول الله صلى الله عليه وآله، لم ينصبنا أو لم يتبرعنا والعياذ بالله أو ينصبنا العداء لعلي عليه الصلاة والسلام، بل كانت أم سلمة من شيعة علي عليه الصلاة والسلام، نواليها ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا معها ومع محمد وآل محمد. هذا كل القصة يا أخوان. نعم نعم، شكرا لك علي. اتصال الأخت أم علي من البصرة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أم علي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم ولعن أعدائهم، اللهم لعن أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة، اللهم لعن عائشة الملعونة. طبعا ملعونة مو إحنا اللي نقوله، الله يقول في القرآن الكريم إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، صغت يعني كفرت، يعني مالت إلى الكفر. نعم نعم. وعائشة الملعونة سجدت لله شكرا عندما سمعت باستشهاد أمير المؤمنين، وإذا كانت هي مؤمنة كما يقول البكري أو مسلمة، فهل يوجد إنسان مؤمن أو مسلم يسجد لله شكرا عندما يسمع بقتل إمام زمانها؟ عائشة الملعونة أمير المؤمنين كان إمام زمانها، وهي سجدت لله شكرا واعتقت عبدا لها وسمته عبد الله تيمنا بعبد الله، عبد الله بن ملجم الملعون، ووزعت الدراهم. نعم. واما بالنسبه لذول رقي وساره وابو عائشه، وكان قبل ذاك عيسى فاروق من ليبيا، دائما يتصلون ويعاندون، فذول سبحان الله يعني القرآن الكريم من اسم القرآن الكريم ماكو يعني فد شيء اذا ما وصف القرآن الكريم، هذول يقول عنهم القرآن الكريم صم بكم عمي. وآية ثانية إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. فهذول سبحان الله هذول وصفهم القرآن الكريم، يعني واحد إيش ما يقول لهم هم يعني ما يفهمون ما يستوعبون، لأن الظاهر حليب عائشة يعني مأثر بيهم كلش، يعني ما يخليهم لا يشوفون لا يفهمون لا يسمعون، يعني يبقون عاندين. عادت قبل أصور أبو عائشة أنه هو منصف أو يعني بطريقة للهداية، أول ما اتصل أتذكر قبل كم سنة أول ما اتصل قلت إيه هذا شوية يعني راح يهتدي، سبحان الله صار له كم سنة ما أدري 5 سنين ما أدري قد، وهو بعده وكل ما يتصل يعني يتضح أكثر أنه هو فقط معاند لا أكثر، لا يريد يهتدي ولا شيء. نعم أي نعم. وأما وشغلة ثانية، أما بالنسبة لقناتنا هاي المباركة الكريمة، فأكو آية قرآنية تقول قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. وإن شاء الله هاي القناة تقول المعروف وإن شاء الله أفضل من ملايين الصدقات، ويعني مو معناته إحنا ضد الصدقة، خاف واحد يقول لا بعد لا تقول صدقة صوت العترة يردون بس إلهم التبرع، لا هاي أعطوا صدقات بهاي إن شاء الله أعظم الصدقات، لأنها قول المعروف. نعم. وهي قول المعروف يعني الهداية إلى ولاية أمير المؤمنين وهي أفضل النعم. نعم. ولاية الناس إلى نور محمد وآل محمد، وإن شاء الله ادعوا لي بالمشاركات القادمة أجيب لكم آيات عن أبو بكر وعمر بالقرآن عن أئمة الكفر، من هم أئمة الكفر؟ هم أبو بكر وعمر، حتى اللي يقرأ قرآني يعرف من يقرأ يعرف شنو يعني من الكلمات اللي يقرأها يعرف منو الله منو يقصد أمة الكفر. أحسنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك شيختي أم علي على هذه المداخلة القيمة، بارك الله فيكم. عندنا اتصال آخر من أبو حمزة من مصر، السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته، أهلا يا أستاذ محمد، أهلا يا أستاذ علي. عليكم السلام، حياك الله أبو حمزة. اللهم صل على محمد وآل محمد. هنيئا لكم يا أستاذ محمد يا أخ علي، والله وشوشكم منورة، إسلامكم منور، والله الله يبارك في قناة العترة ويبارك في الإمام المجدد الحبيب حفظه الله، الله يحشرني مع الحبيب يا رب، ويحشرني مع المرحوم
حسن شحاته يا رب وآل بيت رسول الله هنيئا لكم وعلى إسلامكم. الحمد لله الذي شرح نفسي شرح صدري للإسلام الصحيح آل بيت رسول الله. ضللونا البكريين عايزين يسقطوا رسول الله بس أهم حاجة ينصروا عائشة وبكر عمر لعنهم الله لعنهم الله المتعصبين للمنافقين دول. والله والله العظيم دول يعني متعندين دول منافقين كذابين. أقول للأخت سارة روح تطلب بالمسيحيين اللي يسمعوا على رسول الله بسبب البخاري ومسلم يعني أساتوا إلى رسول الله بدل ما أنت يعني بتتصل على طول روحي اتصل بالمسيحيين ردي يعني شوفي يعني حامل رسول الله لأن الإشكالات العترة بتبين الإسلام الصحيح للمسيحيين ولليهود ولكم أنتم. ليه بتلعن أبو بكر وعمر؟ عشان تبين لكم إن دول منافقين إسلامكم باطل. ضللونا والله ضللونا يا أستاذ علي يا أخ محمد يا أخ علي ضللونا ضللونا شيوخهم بكرين وأبو بكر وعمر على طول ليل ونهار الشوارع والمدارس والوهابيين بملايين بيبعثوها للسلفيين عشان يقولوا أبو بكر وعمر وعايش أبو بكر وعمر وعايش ليل ونهار 24 ساعة في الحضانة وفي يعني دول هينتحروا على عائشة وبكر عمر. والله العظيم حكامهم لو قالوا تشيع في يوم ده كلهم يشيع في يوم لأن كلهم يعني العلماء بتوع السلاطين. والله العظيم منافقين وكذبين يا أستاذ علي. الحمد لله الذي هداك أخونا أبو حمزة حليبك طاهر والله هداك إن شاء الله يسلمكم. والله الحمد لله ربنا يبارك فيكم يا رب يقويكم ويكون من الشعب كله من أمثالكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيكم. عندنا اتصال محمد علي من أثيوبيا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. حياكم الله. حياكم الله. أهلا وسهلا. عليكم السلام. حياكم الله. تفضلوا. يا أهلا وسهلا. أولا أتمنى من الله أن يحشركم مع محمد وآل محمد. اللهم آمين. فيما يتعلق بطرحكم إخواني الأعزاء أنا أرى أنه هناك نوع من الإجحاف. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول كونوا لنا زينا ولا تكونوا لنا شيئا. نعرف نحن أتباع أهل البيت مخالفين لهؤلاء ولنا أئمتنا ولكن هذا الطرح ماذا يفيد لكم يا إخواني الأعزاء؟ ماذا أنتم يا أتباع شيخ ياسر أنتم تطرحون بهذا الشكل؟ يعني أنتم تجلسون في لندن وتصبون وتلعنون للمخالفين ثم يعود الضرر على الأتباع الضعفاء في أنحاء العالم. ليش تفعلون كذا؟ أنا أقول لكم باختصار يا إخواني الكريم الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم ولا تصبوا يدعون من دون الله فيصب الله عدو بغير علم. يعني أنتم عندما تصبون رموز الآخرين فيصب رموزنا يعني أئمة أهل البيت الأظهار سلام الله عليه. لا تصبوا يعني نحن فقط يكفينا أن نذكر معارف أهل البيت وعلمهم وأخلاقهم للناس ونعرض يعني اللي يتبع يتبع والذي يرفض يرفض كما رفضوا الأولين. ولكن السب والشتائم لعائشة يعني هذا أنا أعتقد أن هذا الطرح وهذه المنهجية غير نافعة. أخي محمد, وهذا هو أخي محمد علي أنت منذ متى أتابع قناة فدك؟ من زمان والله يعني زمان. تقريبا نعم. مش متابعة مستمرة يعني نعم. من فترة وأخرى يعني أنا نعم. المهم أنا قرأت كتابات شيخ ياسر يعني نعم. يعني أدري يعني أدري هل منهجك. هل استمعت إلى سلسلة تحرير الإنسان الشيعي؟ لا والله هذه سلسلة نعم. للأسف ما تابعتها نعم. ولكن المهم أنا أعرف نعم. أنا أعرف نعم. أتمنى أعرف أخي محمد علي أخي محمد علي محمد علي أتمنى منك أن تستمع إلى هذه السلسلة سلسلة جدا مهمة وما طرحته أنت الآن من نقاط مجاب عليه. قد أجاب عليها الشيخ الحبيب بتفصيل يعني وهنالك أدلة وبراهين تبين منهجية الشيخ الحبيب تبين هذه المنهجية البرائية وما طرحته كله مجاب عليه. فلا يسعنا الآن المقام أن نسرد لك أدلة وبراهين على هذه المنهجية وعلى صحتها
ولكن أنا أحيلك إلى هذه السلسلة وإن شاء الله أنت تستمع إليها يعني بإنصاف، وإذا كنت لا تستطيع أن تستمع إليها هناك كتاب بي دي إف الأخوة إن شاء الله يرسلوه إليك. هو نفسه مقررة، نفس المحاضرات مقررة ككتاب، اقرأه أو استمع إلى هذه المحاضرة وإن شاء الله تجد فيها الفائدة بإذن الله تعالى. شكرا لك أخي محمد علي، الله يبارك فيكم إن شاء الله. نعم دكتور محمد من مصر، السلام عليكم. الأخ دكتور محمد من مصر، السلام عليكم. اسمعنا فقط رجاء، اسمعنا فقط من التلفون واختضع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، تفضل دكتور. يقول الله تعالى في الكتاب الكريم إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. نعم. الله تعالى ما أعطى السيدة فاطمة الزهراء لرسوله صلى الله عليه وسلم وجعل نسله باقيا منها، فكلما مات إمام خرج إمام آخر من نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من السيدة فاطمة، فنسل الرسول باق إلى يوم الدين وآل البيت باقين إلى يوم الدين، ونحن نؤمن بهم ونفتخر بهم ونعتز بهم، والله سبحانه وتعالى جعل نسلهم باقيا إلى يوم القيامة، وصلى اللهم على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. شكرا لك أخي دكتور على مداخلتكم، بارك الله فيكم. نعم عندنا اتصال آخر من الأخ عدي من كربلاء المقدسة، السلام عليكم. الأخ عدي السلام عليكم. نعم عليه السلام، حياكم الله، تفضل. والله في مناسبة استشهاد علي بن أبي طالب عندي بيتين من الشعر. نعم. إذا تسمح لي. نعم تفضلوا. أقول علي أول خليفة ينام جوعان وتنام اليتامى بحضن شبعانه، وعلي أول وزير ينام بردان لأن غطى بقميص أجسام عريانه. علي ضحكة فق بحلوق الإضغار، على خبزة تسد الجوع المساكين، علي شدة ورد بتفوف الأيتام، وعلي شوكة بحق كل السلاطين. هم شايف خليفة ينام جوعان وهم شايف رئيس وبيته من طين، وهم شايف خليفة وثوبه مرفوع، وهم شايف رئيس بداية عين عام كان بلاستيك كرتير. نعم ألو. نعم نسمعك، تفضل أكمله، بارك الله فيك. علي طهر الطهر يا من بعد الدين، علي طهر الطهر يا من بعد الدين، إيش يحكم على الطهر غير النجاسة، علي طلق الدنيا والملايين، الدنيا وما حوت هي ومداسة. اي والله. شعار على القوايم خبزة شعير، وشعار على القوايم خبزة شعير، كتب قطر الحياة مو ترس طاسة، وشعار على القوائم خبزة شعير، كتب قطر الحياة مو ترس طاسة. نعم أخونا عدي، بارك الله فيكم وعظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب الجلل، ذكرى شهادة أمير المؤمنين عليه السلام. ما زلنا نبين للطائفة أهل الخلاف بغض عائشة الحميراء لأهل البيت عليهم السلام ولأمير المؤمنين علي عليه السلام على وجه الخصوص، كما بينا وقد ذكرنا من كتب القوم ما جاء في كتبهم أنها لا تطيب له نفسا بخير، كانت تأنف من أن تذكر اسم علي عليه السلام. متعيني. هذه المنهجية هي منهجية الصراحة. يا أخ محمد علي من أثيوبا إذا كنت تستمع إلينا، هذا الأمر ليس خلاف منهجية أهل البيت عليهم السلام. إذا كنت تظن ذلك فأنت واهم. هذا هو من منهجية أهل البيت عليهم السلام، الصراحة، ذكر الحقائق. لا يمكن
للمتصدي وللمبلغ الديني حينما يتناظر وحينما يتحاور وحينما يتناقش مع الأطراف الأخرى على بطلان دينهم، لا يمكن له أن يخفي الحقائق ولا يذكرها من أجل أنهم فقط ربما أنهم لا يتحملون ذلك، أو أنهم لا يرتضون ذلك، أو لأنهم سوف يسبون، يرتد السب علينا. منهجية هذه المنهجية لابد من طرح الحقائق كما هي، منهجية المجاملات والمداهنات وما أشبه ذلك من أمور والمدارات ليس محله محل المناقشات وطرح الأفكار الدينية. أنا كيف لي أن أهدي أخي البكري إذا كنت أخفي عنه أن عائشة قتلت رسول الله صلى الله عليه وآله، أو أنها تبغض أمير المؤمنين علي عليه السلام؟ لا يمكن لي أن أهدي رجلا بمنهجية أنني أخفي الحقائق عنه وأنني أساوي بينهم. إذا كانت المساواة بين أمير المؤمنين علي عليه السلام أو عمر بن الخطاب أساوي بينهم وأقول كلهم خلفاء راشدون، فهذا كيف يهتدي؟ إذا يقول لي إذا كان الأمر كذلك فأنا أبقى على ديني، هذا أمر خطير جدا، أنني أخفي عنه هذه الحقائق التي هي في مصادرهم في صحاحهم. لا يمكن لي بأي حال من الأحوال أن أتصدى إلى التبليغ الديني وإلى عرض الحقائق وإلى المناظرات إذا كنت سوف أخفي الحقائق، أخليها أترك أحدا آخر يتصدى إلى هذا الأمر. قال الإمام الصادق تقول أنه كونوا لنا زينة ولا تكونوا علينا شينا. من قال لك أن هذا هو شين؟ حينما أذكر ظلامة أهل البيت عليه السلام هذا أمر هو شين، بل هو الزين، لأنني أفتح الآخرين على هذه الأمور التي أخفاها الآخرون عنهم. حذفوا الروايات البخاري ومسلم وغيرهم وغيرهما، حذفوا وبتروا ودلسوا وكذبوا بالروايات حتى لا حينما يقرأ هذا البكري المنخدع حينما يقرأ هذه الروايات لا يعرف أن عائشة كانت تبغض عليا عليه السلام. فلا بد لنا نحن هنا من خلال المناقشات أن نوضح هذا الأمر ونقول له إن البخاري كذاب، قد كذب عليكم وقد دلس. نقول لهم أن عائشة الحميراء كانت تبغض عليا وكانت فرحت بمقتل أمير المؤمنين علي عليه السلام، وقد اعتقت عبدها وسمته باسم عبد الرحمن وفرقت الصدقات على الفقراء بمقتل أمير المؤمنين علي عليه السلام وسجدت شكرا. ماذا تريد أن أخفي عن الآخرين هذه الحقائق يا أخي محمد علي؟ لا يمكن بأي حال من الأحوال. عفوا بس قبل لا إن شاء الله خاف وصلنا الختام البرنامج، رسالة إلى الشيعة أو الذين يدعون التشيع ونراهم دائما يتكلمون بهذا المنطق، لا نتكلم على عائشة احتراما لرسول الله صلى الله عليه وآله. الويل لكم كبرت كلمة تقولونها، الويل لكم إنها كلمة تسدد طعنة إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وآله. كيف أنكم تسكتون عن عائشة تدعون إن هذا احتراما لرسول الله صلى الله عليه وآله، وحالها هي كانت تبغض عليا صلوات الله عليه. الويل لكم، ماذا تفعلون يوم القيامة؟ المخالفين رأيتم الآن من الاتصالات، المخالفين الآن بحمد الله تعالى فشلوا وأبهتوا وبحمد الله تعالى لم يستطيعوا ولن يستطيعوا أن يدافعوا عن عائشة وعن ثبوت نفاقها بصحاحهم وبغضها لعلي عليه الصلاة والسلام. الويل لكم وأنتم تدعون التشيع، وقد استفاضت كتبنا من البراءة من عائشة ولعن عائشة وتكفير عائشة. ثم بعد كل هذا علما أن عائشة عندنا في رواياتنا وحتى إشارات في صحاح المخالفين أنها قتلت رسول الله، الويل لكم، كيف تسكتون عنها وتدعون ذلك احتراما لرسول الله صلى الله عليه وآله؟ من حالها هذه هي تبغض إمامكم سيد الوصيين، كيف تسكتون عنها؟ راجعوا أنفسكم
وحاسبوها قبل أن تحاسبوا، فالناس نيام كما في الحديث الشريف، فإذا ماتوا انتبهوا. أنتم الآن في غفلة وأنتم الآن نائمون، ضحكوا عليكم بعض الذين يدعون العلم ويدعون التشيع، ضحكوا عليكم أمثال الوائل وغيرهم، ترى ضحكوا عليكم مثل ما ضحكوا علينا، ضحكوا عليكم وجعلوكم تحترمون قاتلة رسول الله ومبغضة علينا عليه الصلاة والسلام ومحاربة لآل محمد عليهم الصلاة والسلام. ضحكوا عليكم، استنقذوا أنفسكم، رأيتم المخالفين عجزوا وفشلوا بحمد الله عن الدفاع عن أمهم، فارجعوا إلى أمتكم ولا تدافعوا عن عائشة. وأخينا من أثيوبيا الله يحفظه ويهديه إن شاء الله، أخونا العزيز، تقول ما هو الفائدة الذي فهمت من كلامك، شنو تستفيدون من طرح هذه المواضيع؟ نستفيد أننا ندافع عن علي عليه الصلاة والسلام، هذا اللي نستفيده. نستفيد أننا نبين أن هذه الخبيثة فرحت وكانت تبغض علي عليه الصلاة والسلام وقت استشهاده، هذه هي الفائدة. الفائدة أنه الأمة تتبرأ منها وترجع إلى موالاة علي صلوات الله عليه. وقد رأيت أنت منصف إن شاء الله، لقد رأيت وترى إذا تابعت قناة فدك كثير من الأخوة المخدوعين تشيعوا. لماذا؟ لأنهم وجدوا أن هذه المنهجية صريحة ولذلك تشيعوا، ولم يتشيع أحد، وإن كان هنالك فلا يوجد حتى على عدد الأصابع تشيعوا على المنهجية التي يروجون لها اليوم البتريين، ترى أبدا لا يتشيع واحد. أحسنتم علي، وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم، ونسأل الله لنا ولكم الهداية، وعظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد أمير المؤمنين علي عليه السلام. نلتقي وإياكم يوم الغد بإذن الله تعالى. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنتم.